السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أصدقائي الأعزاء ومتابعي قناة فكرة وكولور، حياكم الله في كل مكان. شكرا على الدعم والتشجيع. فحلقة اليوم سنقوم بإصلاح الشقق التي توجد في الجدران. فكيف سنقوم بإصلاح الشقق التي توجد في الجدران؟ سأريكم طريقة رائعة جدا للقضاء على تلك الشقق. هناك نوع من الشقق التي تكون سطحية ومن السهل القضاء عليه باستخدام بعض المواد أو شبكة أو بعض الحية التي يقوم بها البناؤون أو الدهانون، لكن اليوم سنتعلم طريقة القضاء على الشقق العميقة والتي من الصعب إصلاحها. هذه الأنواع من الشقق التي تكون بشكل عميق، أو إذا كان الجدار مثلا بهذا الشكل، فهذه تسمى الشقق العميقة ومن الصعب القضاء عليها. عندما تقوم بإصلاحها اليوم فتعود غدا، فهذا المشكل كبير جدا وقد يتسبب بالكثير من المشاكل للبيت. أول شيء سأريكم المكان الشق والمساحة التي سنقوم بحفرها لإصلاح الشق. سأقوم بوضع هذه الخطوط هكذا باستخدام القلم، يعني حتى نقوم بحفر هذا الجزء. فهذا الشق يوجد في الحاشية أو في الجانب، فمشكل كبير. فإذا كان يعني في الوسط يكون أسهل، لكن هذا في الجانب عادة يكون هناك خرسانة من الإسمنت. هذا يوجد بين الخرسانة والأجور، فهذا مشكل وسأحاول إصلاحه إن شاء الله. نبدأ عملية الحفر باستخدام إما آلة أو باستخدام المطرقة، وكما تشاهدون نقوم بحفر الجدار بشكل جيد، يعني نحفر الجدار جيدا حتى نصل إلى الأجور. بهذا الشكل أزلت البلاط وتركت الأجور. كما تشاهدون هنا توجد خرسانة إسمنتية، يعني خرسانة معروفة أو دعامة إسمنتية. هذا هو المشكل، يعني الخرسانة توجد في هذه الجهة اليمين والأجور يوجد في جهة اليسار، فهو غير مثبت مع الخرسانة، فهذا هو المشكل الذي تسبب في الشق. الآن بعدما قمنا بمعرفة مشكل الشق، والآن سنقوم بحفر الأجور. نزيل الأجور بهذا الشكل ونتعمق جيدا في الأجور، نحفر بشكل جيد وأيضا في الخرسانة. إذا كان عندكم مشكل في الخرسانة فيجب أن تقوموا بحفر الخرسانة حتى تصلون إلى الحديد. نقوم بتفريغ هذه الثقوب من الحجارة، يعني نزيل الحجارة التي توجد في الثقوب. بعد ذلك نأخذ الحديد، قطعة من الحديد كما تشاهدون بهذا الشكل. نقوم بتقطيعها على حسب الأماكن التي نقوم بوضع فيها قطوان من الحديد. ثم نقوم بوضع هذه القطبان من الحديد هكذا، ومن الأفضل إذا وصلتم إلى قطبان الحديد التي توجد في الدعامة قم بتلحيمها، استعينوا بلحام أو حداد، يعني يقوم بتلحيم الحديد لكم باستخدام المكوات. بعدما قمت بتثبيت الحديد في مكانه، والآن سأستخدم قطعة من الخشب. هذه القطعة يعني متوفرة عندي من الخردة، قمت بتجميعها وقمت بصنع طاولة بهذا الشكل. أي شيء يمكنكم استخدامه، المهم تقومون بعمل هذه الأشياء في الجانب. أقوم بعمل ثقوب باستخدام هذه الآلة. بعد ذلك نقوم بغسل الجدار بشكل جيد، يعني نقوم برشه بالماء ونقوم بتنظيفه بشكل جيد من الرمال أو أي شيء، يعني حتى يلتصق الإسمنت بشكل جيد. بعد ذلك نقوم بتثبيت هذه الطاولة هكذا، نقوم بتثبيتها باستخدام البراغي في تلك القطعة المعدنية التي شاهدتموها. نثبتها بشكل جيد. الآن يعني كأننا سنقوم بصناعة دعامة كما تشاهدون. فلماذا قمت بإزالة البلاط من الجوانب حتى لا تكون الدعامة يعني بارزة؟ فيجب أن تكون في الداخل، يعني حتى لا يكون هناك أي مشكل أو انعواج في الجدار. فكما تشاهدون هنا يوجد عندي كيس كبير من الرمال والإسمنت، يعني تقريبا 20 كيلو من الإسمنت والحصى. الحصى من النوع الرقيق ليس من النوع الغليظ، حتى يتعمق بشكل جيد في شقوق الأجور. أقوم بوضع تقريبا نصف كيس من رمال البحر، ونقوم بوضع هذا الكيس من الحصى.
ثم نضيف الإسمنت ونقوم بمزج هذه الأشياء بشكل جيد مع الماء. يمكنكم وضع عود طويل بهذا الشكل، فيمكنكم استخدام هذا يعني احتياط حتى اتجنب ضغط الاسمنت. فكما شاهدتم عندما قمت بوضع هذا اللوح او هذه الطاولة، يعني تركت هناك فراغ في الاعلى، يعني لم اقم بسد الجزء الذي يوجد في الاعلى، فقمت بوضع قطعة من الكرتون هنا في الاعلى او قطعة من البلاستيك، اي شيء يعني تقومون بوضعه بهذا الشكل حتى تقوموا بتفريغ الاسمنت ولا يسقط في الخارج، يعني يسقط مباشرة وسط الحفرة. ونترك هذا الإسمنت حتى يجف لمدة 12 ساعة. بعدما جف لمدة يوم نزيل هذه البراغي كما تشاهدون. ثم نزيل الطاولة ونزيل الأجزاء البارزة، يعني أي جزء بارز يعني نقوم بإزالته. كما تشاهدون تظهر على شكل دعامة، فهذه تعطي قوة للجدار. فسواء كان الشق بشكل جانبي أو بشكل طويل، يعني تستخدمون نفس الطريقة. بعد ذلك نقوم بخلط الإسمنت بدون حصى، يعني الإسمنت التي تستخدم في البلاط بهذا الشكل. نقوم بعمل التلبيس أو التمليس، نقول لها عمل التلبيس، يعني في المغرب نسميها التلبيس لكن هي تسمى التمليس. بهذا الشكل نقوم بتسوية الجدار مع الجدار القديم. نقوم بتلبيس هذه الأماكن كلها أو تمليس هذه الأماكن كلها. نستمر بهذا الشكل. نقوم بتمليس هذه الأجزاء بشكل جيد ونسويها مع الجدار القديم، يعني حتى لا يكون هناك أي عيب. نحاول ترك الجدار بدون انعواج أو أي شيء، يعني يجب أن يكون بشكل عادي وكأنه لا يوجد هناك شق ولم نقم بإصلاحه نهائيا. هكذا نترك الإسمنت حتى يجف بالطريقة عادية يعني معروفة. نقوم باستخدام هذه القطعة من البلاستيك لتسوية الجدار، ونترك الجدار حتى يجف لمدة 48 ساعة أو 3 أيام على حسب، حتى ترون أنه جف. بعدما جف الجدار لمدة 3 أيام، الآن سأقوم بإزالة بعض الأجزاء البارزة من الإسمنت، ونقوم بصقل الجدار باستخدام ورق الصقل رقم 40 حتى ننزل الحصى أو أي شيء نقوم بإزالته. ثم نستخدم العجين اللندوي، او اذا كان الجدار مطلي بالجبس نقوم باستخدام الجبس او اي شيء يعني تقومون باصلاح الجدار. انا ساقوم بتلائي بعجين اللندوي لانه كان مطلي بعجين اللندوي. فطريقة تلاء عجين اللندوي طريقة سهلة وبسيطة جدا حتى نعيد الجدار على حاله. ثم نستخدم العجين بهذا الشكل كما تشاهدون، يعني حتى يرجع الجدار بشكل عادي كما كان بدون أخطاء. إذا كان هناك دهان باللون الأبيض، يعني تقومون بإطلاء الجدار باللون الأبيض، أو إذا كان أي لون يمكنكم إطلاء الغرفة بالكامل حتى تخفوا العيب، وإن شاء الله يعني لن يعود هناك شق. فهذه هي أفضل طريقة لإصلاح الشقوق. فدائما أقول لكم الأشياء الصعبة يجب إصلاحها بجدية، مثل الرطوبة العميقة أو كذا، يعني يجب إصلاحها بجدية كما فعلت في الشرح السابق لكيفية التخلص من الرطوبة. أنا قمت بعمل فيديو عنوان الفيديو الحل النهائي للقضاء على الرطوبة، ففعلا ذلك هو الحل النهائي للقضاء على الرطوبة. فالرطوبة من الصعب القضاء عليها، فالسيراميك يعني يقوم بالقضاء عليه بشكل نهائي. فعندما تقوموا بوضع السيراميك داخل الجدار فلن تعود هناك رطوبة. يمكنكم زيارة ذلك الشرح عبر الرابط الموجود في صندوق الوصف أو في آخر الفيديو. وأيضا بالنسبة للشقوق فهذه أفضل طريقة، فلن تعود هناك شقوق، ويجب أن تعملوا بشكل جيد، يعني لا تغشوا في هذه المسألة. قوموا بحفر الجدار بشكل جيد كما شاهدتم بنفس الطريقة التي قمت بعملها، وقوموا بوضع الألواح والحديد يعني وكل شيء، يعني قوموا بعمله بشكل جيد وكأنكم تقومون بوضع دعامة وسط الجدار.
فلن يعود هناك شق، وأيضا تعطونا قوة للجدار. فهذه طريقة لإصلاح الشقوق، فهذا هو الحل النهائي. أشكركم على حسن المتابعة، وأشكركم لوصولكم إلى هذه النقطة. وأي شخص يعني غير مشترك في القناة يمكنه الاشتراك في القناة حتى يتوصل بأي جديد. فأنا أقوم بوضع فيديوهات يعني تقريبا كل أسبوع أو أسبوعين. والسلام عليكم، في شرح قريب إن شاء الله.